توفير خدمات الإطعام للطلبة فعل خير تقوم به عدة جمعيات ببسكرة، على غرار هذا المركز الذي يستضيف الطلبة الأحرار منذ عقد من الزمن. عدنا 10 سنين في هذه التجربة استقبال الطلبة الأحرار. سنا عدنا 3 مراكز. بالنسبة للوجبات عدنا أكثر من 300 وجبة. شكلنا فرق وعدنا فريق تاع النساء اللي يطيبون الوجبات، وكذلك الشباب المتطوعين. الضيوف من الطلبة وأوليائهم يثمنون هذه المبادرة، علما بأن الأحرار لا يستفيدون من الإطعام في مراكز الإجراء. قالوا لنا باللي الإقامة والإفطار ما كانش، كي كملوا على 11 جينا هنا يا خويا الاستقبال ما شاء الله، والله يعني ربي يعطيهم ما يتمنوا. نشكر الجمعية اللي ضيفتنا اليوم وقدمتنا الماكلة، ربي يحفظهم، يعني شكرا على الاستضافة هذه. لكل طالب حكاية مع البكالوريا، فثمة من يصر على نيل الشهادة مهما كرر التجربة، ومنهم من يكررها لنيل الشهادة لأكثر من مرة. سنين من اللي نعاود، أنا كنت نقرأ بالمراسلة ومن بعد أحب نكمل. عجبت من قبل وجبت الأول ثاني، جبته بمعدل مليح، وجبت ثاني جبته بمعدل مليح، لكن ما وصلتش للهدف اللي كنت حاباته، ملا قررت نزيد نعاوده مرة أخرى. الفشل في البكالوريا لا يعني النهاية، فبالإصرار يتحقق المبتغى، خصوصا في ظل هذا الاحتضان الثمين للطلبة من طرف الأسرة والمجتمع والمؤسسة التربوية.